موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فإن الله سبحانه وتعالى قدر على خلقه أنواعا من الابتلاءات في الدنيا ليستخرج من عباده المؤمنين أنواع العبودية التي خلقهم الله من أجلها. ولذا فاوت في أحوال الأنبياء بين الاستضعاف والتمكين وبين القوة والضعف وبين الغنى والفقر والصحة والمرض، فالله عز وجل جعلهم قدوة للناس إذا مر بهم ذلك. فلا تظنن أنك ستسير على وتيرة واحدة في حياتك، بل لابد من أنواع مختلفة لينظر الله كيف تفعل. سوف تمر بضيق وسوف تمر بسعة، سوف تمر بكرب وسوف تمر بفرج، وسوف تمر بصحة وسوف تمر بمرض، وسوف تمر بغنى وسوف تمر بفقر. الله عز وجل يداول الأيام بين الناس، وكذلك الأمم، فإن الله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس، تارة ينتصرون وتارة ينهزمون، تارة يكونون كثرة وقوة وتارة يتفرقون فيضعفون ويفشلون. وهكذا يبتلي الله المؤمنين ماذا يصنعون في الأحوال المختلفة. وإن في غزوة الأحزاب من آيات الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن نتوقف عنده، فهي أولا من نعم الله عز وجل علينا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، أي قريش ومن معها من القبائل العربية، ومن أسفل منكم وهم يهود، يهود بني قريظة الخائنون الغادرون. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظن المؤمنون ما أخبر الله عز وجل به في قوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وظن المنافقون ما قال الله عز وجل وإذ يقول الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لآتوها، أي لأعطوا الشرك وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ما توقفوا عن إعطاء الشرك والقبول به إلا يسيرا. إن الأمم تتفاوت أحوالها، وكانت غزوة الأحزاب من أشد الأحوال على المسلمين، وكانت أيضا نقطة تحول في الصراع بين المسلمين وبين الكفار. والله سبحانه وتعالى جعل بعد الأحزاب
المسلمون هم الذين يغزون الكفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وظل أمر هزيمة الأحزاب بما أرسل الله من الريح والجنود التي لم يروها أمرا محفورا، خلده ربنا عز وجل بما شرع من الأذكار التي تقال في مواطن متعددة، ومنها ما يقال عند الصفا والمروة في الحج والعمرة. فيشهد من يتبع السنة هذا المعنى العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وبعد أن طاف بالبيت سبعة وصلى ركعتين وشرب من ماء زمزم، صعد على الصفا، خرج من الباب إلى الصفا، ولما صعد على الصفا قال: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تأمل في هذا المعنى، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل وهو يسمي نفسه بالعبودية، لم يسمي نفسه بالرسالة في هذا الموقف، وإنما بالعبودية، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهزيمة الأحزاب لم تكن بأيدي الناس، وإنما كانت من عند الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد عانى في هذه الغزوة معاناة شديدة، حتى كان يأمر بالأمر فلا يجد من يقوم يعرض ثوابا عظيما على أصحابه، فلا يجد من يقوم حتى يصرح بالأمر باسم أحد أصحابه، ونادرا ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه كثيرا ما كان يسأل من يتحمل هذه المهمة ويثني على من تقدم له، كما قال: من يأتيني بخبر بني قريظة فانتدب لها الزبير ابن العوام، فقال: ها وإن لكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. الزبير خرج منفردا سرية وحده إلى بني قريظة الخائنين الغادرين، ينظر حالهم، فلما وصل لهم وهو لا يأمنهم على أنفسهم، ولكنه كان من الشجاعة والقوة، وأنه لا يعبأ بالأحداث الجسام، ما جعله يذهب وحده، والأمر لم يكن يحتمل غير ذلك. فسمع منهم سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه، وعلم منهم غدرهم، وأنهم يتوعدون المؤمنين بأنهم سوف يقرنونهم بالحبال، والكفار يريدون هذا الأمر ربما أكثر من القتل، فإنهم يريدون كسر النفوس. ولا تتعجب من محاولتهم إذلال من أسروهم، لأن ذلك عندهم هو الغرض المقصود، أن يرى الناس هؤلاء الأسرى وقد أذلوا وأهينوا، خلافا لما تواعدت عليه الأمم فيما يزعمون في إكرام الأسرى. ولكنهم والله دائما ما ينقضون العهود، وانظروا ماذا فعلوا في أسرى أفغانستان وفي أسرى العراق، وكيف وضعوهم في السجون مظلومين بأنواع الإهانة والاعتداء والاغتصاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذا ما يفعله اليهود اليوم في فلسطين،
اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين وانصرنا على القوم الكافرين. فذهب الزبير ورجع وحده وقد أدى المهمة. أما في يوم رحيل الأحزاب فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من الصحابة بعد أن صلى هويا من الليل، قال: قد حدث في القوم حدث، من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. رجاء الصحابة وأمنيتهم التي يطلبونها على الدوام أن يكونوا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبهم لصحبته، وأنهم لا يتصورون مفارقته لارتفاع منزلته في الآخرة، فيراغبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرفقة العظيمة ويكون رفيقي في الجنة، فلا يتحرك منهم أحد من شدة البرد وشدة الخوف وشدة الظلمة وشدة الريح وشدة الجوع أيضا، فلم يكن عندهم شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيترك النبي صلى الله عليه وسلم تحديد أحد منهم ويصلي هويا من الليل، وذلك تربية عظيمة تتعلم منها كيف تربي أولادك، ومن وكلت بتربيتهم لا تجعل الأوامر المباشرة هي سبيلك في التنفيذ، ولكن استخرج منهم رغبتهم في العمل، ويكون ذلك أعظم لثوابهم. أما سمعت قول الله عز وجل وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يأخذه مباشرة لكي يذبحه، بل قال له: فانظر ماذا ترى، ولم يقل له: فانظر ماذا أفعل، لأنه حاسم أمره بأنه سيفعل، ولكن يريد أن يستخرج من ابنه الغلام في ذلك الوقت انقياده لله عز وجل، وأنه يريد وجه الله. فانظر ماذا ترى، هكذا ينبغي أن يكون، إلا أن تكون ضرورة. فعند ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية هويا من الليل، يعلمنا كيف أننا نزداد عبادة في وقت الشدة. هذا التسليم، هذا الإسلام، عندما تنزل الشدة بالمسلمين لا بد أن يزدادوا إيمانا وتسليما، إيمانا وتسليما. فأما الإيمان فهو باليقين بوعد الله كما وصف الله المؤمنون: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. وتأمل كيف قال وعدنا ولم يقل أوعدنا أو أخبرنا، وإنما قالوا وعدنا، فهم يعلمون أن الأمم ستحاربهم وأنهم سيبتلون. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الابتلاء سنة ماضية. سئل الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أم يبتلى؟ فقال بفقهه العظيم: لا يمكن حتى يبتلى. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، والأمور بيده ومن عنده سبحانه وتعالى. لذا قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأما الإيمان فاليقين، ومنه أيضا أحوال القلوب،
بكمال التوكل على الله وكمال حب الله والتضحية في سبيله وإعداد النفوس للبذل لبذلها لله سبحانه وتعالى وحب لقائه عز وجل في مثل هذه المواطن. والله سبحانه وتعالى يحب منهم ذلك الحب وذلك الرجاء ويحبهم على ذلك ويحب خوفهم منه عز وجل ويجعل ذلك الخوف سببا لتمكينهم وإهلاك عدوهم كما قال سبحانه وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا أي طلبوا الفتح وطلبوا النصر من الله على أعدائهم وأن يحكم الله بينهم وبين أعدائهم. واستفتحت الرسل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فالجبروت والمعاندة لدين الله عز وجل ولشرعه وأمره لا بد أن تكون عاقبتها الخيبة، كل صيغة عموم، وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ناسي الناس ما فعله الله بأحد طواغيت اليهود الذي قتل من المسلمين وأطفال المسلمين ما لا يحصيه إلا الله شارون، كيف ظل يحتضر سنوات سبحانك ربي، وفي الآخرة وفي النار يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق زيادة الإسلام، فإن نزداد عند الشدائد تسليما توحيدا وذكرى وصلاة وصياما ونفقة، ومن استطاع أن يحج ويعتمر ليدعو ربه عز وجل للمسلمين المستضعفين فليفعل، وكل ذلك من الإسلام، وكل ذلك زيادته من أسباب النصر، ليس فقط من المجاهدين بل من مجموع المسلمين، ليس فقط من الذين يستهدفون في أرضهم ويرابطون فيها، ولكن من مجموع المسلمين يزدادون إيمانا وتسليما. صلى النبي صلى الله عليه وسلم هويا من الليل وكرر السؤال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، فلا يتحرك أحد فيتركهم صلى الله عليه وسلم وفيهم كبار القوم كبار الصحابة، ولكن البلاء كان شديدا، العدد قد انخفض إلى العشر بعد أن كانوا أول المعركة 3000 حين حاصر المشركون المدينة، وأما في ليلة الانصراف فقد كان العدد 300. فانظر إلى حكمة الله، إن الفرج لا يأتي إلا بعد أشد الابتلاء، كما كان يوم نجاة لوط وهلاك قومه اليوم السابق على ذلك كان أشد الأيام. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وظل في مدافعته لقومه وهو يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ثم جاء الفرج بعد ذلك. فآخر اللحظات هي أشد اللحظات، ومن يصبر فيها فهو الذي يفوز. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتحرك منهم أحد. في المرة الثالثة
قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فلم يتحرك أحد ولم ينتدب أحد، وقد فعلوا انتدابات كثيرة لكنها كانت لحظات شديدة. فعند ذلك قال قم يا حذيفة، على خلاف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب في المهمات الكبرى. قال حذيفة فلم يكن بد من اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج يمشي في حمام يشعر أنه في مكان دافئ ويزول عنه الخوف، حتى يقتحم عسكر الكفار ويسمع ويرى ما يفعل الله بهم، ويسمع أبا سفيان وهو يأمر بالرحيل، وقد كان يمكنه قتله، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تذعرهم علي، فلم يفعل ورجع كأنما يمشي في حمام، حتى وصل إلى عسكر المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي. فأكثروا عباد الله من الصلاة ومن الدعاء، لعل الله أن يفرج ما بالمسلمين من كرب ومن شدة ومن تسلط الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود ومن والاهم والمشركين والمنافقين، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إن لحظات الشدة هي لحظات التمييز بين المؤمنين والمنافقين، بين من يريد الانضمام لعسكر الكفر الذي يراه ويتوهم دوام انتصاره ويختار أن يكون معهم، وبين المؤمنين الذين يمحصون ويعرفون من الذين سيقدمونهم بعد ذلك، ومن الذين لا يقدمونهم لا في علم ولا في فتية ولا في جهاد ولا في إمارة. إن فترات الشدة هي التي يظهر فيها النفاق بينا، ويظهر فيها من يتميز إلى من يتحيز إلى الكفار والعياذ بالله. ولذا موالاة الكفار في مثل هذه المواطن تبين النفاق حقيقة. نسأل الله أن ينجينا من الكفار والمنافقين، والله عز وجل قدر أن يكون مع الكفار أموال وأن ينفقوها ليصدوا عن سبيل الله، ليجمع الخبيث بعضه على بعض، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وتأمل العطف بثم، لأن ذلك لا يحدث متتابعا حتى تمر فترة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم فيها تراخي، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لا تظن أنك بمجرد أن تستنصر وتطلب الدعاء وتطلب بالدعاء أن ينزل الله العقاب على الكافرين أن ذلك يقع فورا، فإن ذلك إنما يكون بعد الابتلاء وبعد الصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وذلك من غير أن يكون ذلك الأذى الذي يؤذيه الكفار للأنبياء معطلا لدعوتهم، ولا أنهم يفرون من أذاهم ويتركوا الدعوة، لا، بل هم يظلون رغم ما يسمعون من أذى. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون،
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تعالى: ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وجد العبد أذى من الناس فليكثر من التسبيح والحمد مقترنا تسبيحه بحمد الله ومن السجود والصلاة، فإن ذلك من أسباب زوال هذا زوال أثر هذا الأذى بإذن الله. وكذلك فإنه يظل على عبادة الله ويعلم أن قضية العبودية في أحواله المختلفة حتى يأتيه الموت هو الذي من أجله قدر الله على أنبيائه وأوليائه أنواع الأذى وأنواع البلاء وأنواع المحن. الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي في نفسه وخرج إلى الطائف وسلط عليه ملأها وكبارها بعد أن ردوا دعوته الصبيان والعبيد والمجانين يرمونه بالحجارة، سفهاءهم سلطوهم يرمونه بالحجارة، وهو منكسر صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، ثم يشكو: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، الدعاء المشهور. ويرضى بما قسم الله له من البلاء ولا يبالي بما يفعله الناس ولا بما يصيبه. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله، ومثل بجسده، وجعله الله عز وجل أسوة في الصبر والاحتمال بعد أن تألم وقتل 70 من أصحابه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وجرح صلى الله عليه وسلم في وجهه، شج في وجهه، وكسرت سنه الرباعية السفلى، واستبعد هداية الناس، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، يظن أنه لا بد أن ينزل بهم عقاب، فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتاب الله على من سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه بأسمائهم في الدعاء عليهم، كأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وغيرهم ممن تاب الله عليهم فأسلموا حسن إسلامهم، لأن الأمور ليست لنا بل هي لله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.